دونك بالنسبه للفتره ديال كورونا دازت عندي بحال ايتها الناس، كنا متوقفين من العمل ديالنا بحكم هذا الوباء. دونك شويه الدار شويه انني حاولت انني نفتح لاشين ديالي اليوتيوب ونعطي فيها نصائح بالنسبه للميك اب بالنسبه للمتابعين ديالي اللي متبعيني، وكذلك يعني حاولت انني نبقى حاضر في السوشيال ميديا، انني نخلق بعض الشوتينغات هكا ونبقى ديما متواصل مع المتابعين ديالي. الفرق اللي تزاد هو الحمد لله الواحد ملي كيكون طموح لداك الشيء اللي كيبغي وكيخدم عليه فاكيد غادي يوصل له. تزادتني الثقه في النفس، انني كنت كنحلم بشي حاجه الحمد لله خدمت عليها وواصلت عليها، والحمد لله مازال زعما كنطمح لاكثر وبوركوا با ان شاء الله الاحسن اكثر. بالنسبه لعلاقتي بالميك اب ارتست، انا في المجال ديالي حدودي. كاين اللي بعد الميك اب ارتست دايرين اون فولو بعضياتنا على الانستغرام وكنهضروا يعني قليل، ولكن انا ما كنبغيش داك العلاقه لان تكون صداقه قويه بيني وبينهم، لان كنشوف الناس اللي قبل مني كيكونوا يعني سامن على سالو من بعد كيوقعوا في صراعات وفي مشادات، فانا تفاديا من هذه المشادات وهذه الصراعات نبقى راسي خدام على راسي. مؤخرا كانت سرق لي الانستغرام ديالي، فريمون كانت عليا واحد الصدمه، لان فريمون هو القاعده الجمهوريه ديال حليم والمتابعين ديالو، وكذلك فيه صله تواصل بين المتابعين ديالي والكليون ديالي والزبائن. الو كانت واحد الصدمه بالنسبه لي، والحمد لله تمكنت انني رجعتو ودابا الحمد لله سامرت بخير فيه. اكيد الشرف ليا انني نستدعي في لي زيفيلمون في الحفلات الكبار مع كبار الفنانين، فهذه شي حاجه كتشرفني بحد ذاته. يعني المنظمين كيشوفوا يعني شي شخصيه يعني مؤثره، شي يعني شخصيه انها كتفيد داك المعرض فكنستدعى، فشي حاجه زوينه بالنسبه ليا وليا الشرف. جميع الفنانات كان لي الشرف انني تكون البصمه ديالي عليهم، وليا شرف كبير. وجميع الفنانات المغربيه ديالنا اللي تعاملت معهم راقيات وكتجمعني بهم واحد الصداقه زوينه، وكاين لي يعني كنبقاو على تواصل ديما وتبارك الله عليهم، ما لقيت زعما شي مشكل مع شي فنانه لا من ناحيه التكبر لا من ناحيه يعني كما كنقولوا التباكيك في العمل، كلهم ما شاء الله عليهم قمه في الروح. بالعكس كنت صراحه انني احدى الفنانات ما نبغيش نولي نشتغل معها، رغم على حساب شنو وقع بيني وبينها، ماشي بيني وبينها ولكن شفت عليها واحد النظره، مي ما لقيتش يعني رسائل بالنسبه انهم انتقدوني ولا شي حاجه. بالعكس عارفين حليم وعارفين التعامل ديال حليم والفنانين الراقي اللي كيتعامل معهم حليم واسلوبي يعني مع الناس، فما لقيتش انتقادات، لان الواحد ملي كتكون عنده واحد السمعه زوينه الحمد لله كتكون بنيه على الصح، والناس ديال المشادات والصراعات اللي كيكونوا باغيين يديروا البوز راهم باينين. يعني انا ماشي هضرت على ديك الانسانه على البوز ولا انني جبت معها مشاكل، لان هي اصلا كتبغي دير هادشي على البوز. التعامل كان لي الشرف اكيد، وكنقولها وديما انني من الناس اللي زعما ديما كنشتغل معاهم الحمد لله. دازت الحفله ديالها في المستوى وكان الاطلاله نالت الاعجاب الجميع، فهذه شي حاجه كتشرفني والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير، وان شاء الله قريبا غيكون الحفل الكبير حتى هو كذلك غادي نكون حاضر. لقيت الدعوة انني نكون ضيف في الحفل ديال الكوب ديال امين، ومشيت لذاك الحفل كنت فرحان وجيت سعيد انني غادي نفرح معهم، فاش غادي نقولوا الله يهدي ما خلق. ما عجبنيش ذاك التصرف اللي وقع في ذاك الحفل، ونتمنى ان شاء الله ترجع المياه للمجاري. اللي وقع انك كنا متفاجئين ان انا فرحان انني غادي نكون تما وغادي نفرحوا ونشطوا ونشوفوا العريس والعروسه في العماريه، فكنتفاجئوا يعني العروسه ما جاتش، يعني شي ظروف بيناتهم يعني ما كيعرفش ما بين الزوج والزوجه غير الله اللي كيعلم بيناتهم. المهم على اساس ان العروسه ما جاتش هادشي اللي كاين هادشي اللي بالنسبه لاغلى كاشي ما كنبغيش صراحه نقول اغلى كاشي، لانني انا كنخدم مع جميع الطبقات، وحتى لك نطقس اغلى كاشي غادي يقول لك غرور ولا الناس يسحبها كتخدم بداك البخي، فتفاديا انني نبقى نحتفظ بداك المبلغ. كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال حليم بركات، ونتمنى ان شاء الله نكون ديما على حسن الظن ديالكم، وكذلك
كنشكر مجلة فنانة على الاستضافة.